حكايتهم ولا في الأفلام، والسر في تدخل أنغام قالت لها هنط المرة دي كمان في النار ووعدك إن هكسب الرهان. شيرين عبد الوهاب عملت رومونتادا للمرة التالتة ورجعت لحسام حبيب. أنغام هتبقى هي الترند القادم، ولما تسمعوا الفيديو ده هتعرفوا هي ازاي دخلت وليها دور كبير كمان هيبان حقيقته بكرة ولا بعده. وكمان هقول لكم حكاية المحلل اللي الناس بتتكلم عنه عشان شيرين تعرف ترجع لحسام من تاني. فيلا بينا. في حاجات كده ما فيهاش هزار، بتحتاج بس معلومة أكيدة تبني عليها عشان الناس عاوزة الحقيقة. والحكاية الحقيقية بتقول إن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رجعوا لبعض فعلا، ونفي شيرين اللي فيه ناس ماسكة فيه ده تحصيل حاصل، والموضوع مسألة وقت وتطلع تعلن للكل إنها رجعت بس مستنية الوقت المناسب. والكلام ده مش بقوله لكم كده وخلاص. الحكاية بدأت لما الصحفي هاني عزب أعلن على صفحته الشخصية على فيسبوك إن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رجعوا لبعض. الناس ضربت كف على كف ومش مصدقين، وفي اللي صدق عشان عارفين شيرين ممكن ترجع في كلامها في لحظة، وعلشان رجعت له قبل كده عادي تعملها وترجع تاني. كلام هاني عزب قاله وهو متأكد منه عشان هو قريب من حسام حبيب، واللي اتقال انه هو اللي بلغه الخبر. طيب ليه شيرين طلعت تصرح انه ما حصلش رجوع وكده؟ نفي شيرين كان في تصريحات ليها مع موقع القاهرة 24 الإخباري، واللي نقل عنها وجهة نظرها في الجواز والانفصال، واللي هي شايفاه ان الموضوع اشهار، يعني اتجوزت هتقول، انفصلت هتقول، وانهم لو رجعوا لبعض هتقول مش هتتكسف يعني. بس شيرين في كلامها لو لاحظته ما قالتش انهم ما رجعوش، ولا قالت رجعوا برضو، والقصة كلها كأنها مسألة وقت وبس. كمان في نفس الوقت شيرين قالت ان في بينها وما بين حسام حبيب شغل، وان علاقتهم دلوقتي عشان في اغاني ما بينهم بيعملوها وخلاص، يعني في مقابلات والعلاقات ما اتقطعتش، يبقى حبل الود لسه موصول. الصحفي هاني عزب دخل في تحدي مع اللي ممكن يصدقوا كلام شيرين وانها كده ما رجعتش، والقاعدة بتقول نفي النفي اثبات، وعشان كده قال من تاني شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رجعوا فعلا ومش هيقول كلام وخلاص. والحقيقة اللي الناس مصدقاها ان هو صح، وان عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مؤكدة، ويدوب يخلصوا شغلهم ويعلنوا التفاصيل. بس ايه اللي يخلي انغام تتدخل بقى؟ انغام اتدخلت بس بفعل فاعل، حاجة كده غصب عنها مش بايديها. طبعا كلنا عارفين المقارنة اللي ما بين الاتنين على مستوى الصوت والاغاني والحفلات، ومين مسيطر ومين ناجح اكتر من التاني وكده يعني. الناس بقى هي اللي خلت انغام تطلع المسرح في الليلة دي، وشايفين ان عودة شيرين عبد الوهاب لجوزها السابق حسام حبيب من تاني بيصب في صالح انغام، عشان شيرين وهي مع حسام مش بتكون بنفس النجاح وهي مش معاه، وده اللي بيدي الفرصه لانغام انها تظهر وتلعلع وتكون صوت مصر الاول. يعني جوازه شيرين عبد الوهاب بالنسبه للجمهور فشل في الشغل، ومين عارف يمكن المره دي تخيب توقعاتهم وعوده شيرين المره دي تخليها على القمه. المحلل ده بقى حكايته حكايه، هو ولا في محلل ولا غيره، وشيرين وحسام اصلا منفصل وصلوش 3 مرات زي ما الناس متخيلة. الانفصال ما بينهم تم مرتين بس، الأولى كان في شهر نوفمبر سنة 2021، وشيرين أكدت الانفصال ده في ديسمبر من نفس السنة. أما الانفصال التاني فكان في ديسمبر السنة اللي فاتت، وكانت المرة دي فيها احترام وتقدير ما بينهم ومن غير مشاكل ولا الكلام ده، ويمكن ده اللي فتح الباب لعلاقة جواز تاني ما بينهم للمرة التالتة. عموما ربنا يوفقهم في الجواز والشغل، وقريب لما يعلنوا رسمي هفكركم بكلامي ده ونقول لهم ألف مبروك.